ما حدا قدر يفهمنا. أهله لحمزة قالوا لنا كتير خطر عليكم، على قليل اتركوا سما. بعقلنا كنا منعرف إنهن صح، بس بقلبنا حسينا إنه لازم نرجع وتكوني معنا. ما منعرف ليش، الحقيقة لهلأ ما عم صدق إنه إحنا هيك عملنا. وصلنا. كان في معنا 3 أشخاص من المشفى. طريق الرجعة الوحيد كان طريق ضيق بين الجبهات. طب هاد شو عدو هوني؟ دكتور حمزة ليش داخل يا؟ أخي مع حلب وصلنا 5 سنين بهي المحركة من أيام السلمية لهلا، وكل شخص فينا له دور كثير كبير بإرجاح كفة الحق على كفة الباطل. حتى إيه؟ أنا دور بحسب المحل. أنا وين هلأ؟ سيو سيو طيب. يلا يلا طبعاً طبعاً. في شيء؟ يلا روح روح روح. كملي وراهم. يلا يلا وراكم. يلا يلا وصلنا. قطعنا الطريق. صحيح كيف هو الهويتك؟